واسهل حاجه هي نقول بغيت ندير، اصعب حاجه هي ندير. وكاينه واحده صعيبه منهم جوج، واللي هي نستمر وانا كندير. هاد العيبه ديال نستمر وانا كندير هي اللي كنسميوها العاده. وملي كنهضروا على العاده، شي حاجه اللي كتعاود، يعني غادي يكون واحد الروتين، يعني غادي يكون واحد الملل، واحد الملل اللي خاصني ننتصر عليه وخاصني نقاومه حتى تنولي كندير ديك الخدمه بلا ما نحتاج نفكر بلا ما نتعذب. في البدايه ضروري غادي تعاني، ضروري غادي تقدر مع راسك باش تولف لراسك داك الروتين الجديد. واني من بعد صافي الروتين غادي تانستال، يعني غتولي ديرو بلا ما تفكر، بحال فاش كتشد شي تسنان كتحك سنانك بلا ما تفكر، بحال فاش كتلبس السبريله كتحزم سيورك بلا ما تفكر، بحال كيما كتمشى بلا ما تفكر. دونك في الطفوله ديالنا فاش كنا كنتعلمو المشي كنا كنعانيو معاه، يعني كتوقف كطيح، يعني مازال ما ولفتيهش كسيستيم. من بعد صافي، واش عمرك دابا فكرتي فاش كتمشى؟ يعني كتمشى بلا ما تفكر. الناس اللي كيضربوا الجيتار وكيغنيو غيفهموا هاد النويطه مزيان. شي خطره كتبغي تضرب الجيتار وتغني او ميم طون كتلقى صعوبه، عقل تيمشي للجيتار، الا ركزتي على الجيتار كتنسى الغنى، الا ركزتي على الغنى كتركز كتهمل الجيتار. واني كاين شي ناس اللي تجاوزوا هاد العائق هذا ولات عندهم عاده، يعني غيغني وغيضرب الجيتار، مالتي تاسكين ان ذا سيم تايم، يعني سيمولتانيمو خدام في ان واحد. دونك الاشكال اللي كيواجهنا كاملين ماشي هو كنديروا هدف وما كنحققوش، لا ماشي هذا هو المشكل. المشكل هو اننا كنفشلوا اننا نبنيو داك السيستيم، داك النظام العاداتي، صافي مشكل اننا ما كنقدروش نكونوا ديك العاده، وحتى الا كونناها ما كنقدروش نستمروا عليها. دونك السؤال المطروح هو علاش ما كنستمروش في الخدمه ولا في العمل على تحقيق الاهداف ديالنا؟ الجواب ببساطه هو لاننا كنعتقدوا انه باش تخدم خص تكون عندك الكانة. لا، ماشي حتى تكون عندك الكانة عاد تخدم، راه خاص تخدم عاد من بعد تولي عندك الكانة. او بتعبير اخر، كاين اللي كيقول لك خصني حتى نكون موتيفي عاد ندير. لا، راه خصك دير عاد غتولي موتيفي. يعني الموتيفاسيون راه نتيجه وماشي سبب، يعني ما تسناش تكون موتيفي باش دير. دير whether you feel like it or not you have to do it. صافي، كانت الكانة ولا ما كانتش خنديرها. عندك حسابك الناس اللي وصلوا راه كانوا كي داك الاول فاش كانوا كيكونوا العاده ديالهم راه كانوا كيتمتعوا وما كيخدموا، راه بحال لك تضرب شي دواء مر، انت ما حاملش تشرب داك الدواء ولكن كتشربو لانك عارف انه ما كاينش بديل، وداك الدواء هو الحل الوحيد باش انك غادي تصبر. يعني نفس الشيء فاش تكون كتانستالي العاده، هاد الانستالاسيون راه ماشي غادي تانستالي ابليكاسيون في التليفون ديالك دقيقه جوج دقائق تانستالا، لا، الامر يقدر يستغرق شهر شهرين ثلاثة، يقدر يوصل حتى العام باش انك تبني هاد العادة هادي. وبناء العادة هو اللي غيهنيك. ملي كتبني السيستيم كتهنى على الهدف كديرو في كرشك. نعطي امثلة، باغي نولي كنطير في لونجلي، دونك غادي نبني واحد الروتين ديال نبدا نسمع يوميا، نبدا نتفرج الافلام يوميا، نبدا نهضر بها يوميا مع راسي قدام المرايا ومع الاجانب، نبدا نكتب بها يوميا. فبالتالي تو سامبلومون الطيران في اللغه الانجليزيه يولي نتيجه لهاد الحاده هادي اللي انا خدمت عليها وانستاليتها. هذا مثال واحد. مثال رقم جوج، بغيت ندير الفلوس، بغيت نولي ملحق، بغيت انا نضرب حديده نبني دار ندير فيلا. دونك الامر ماشي بهاد السهوله انك تقولها وتحققها، الامر مرتبط بواحد العادات ديال الكسب. يعني خص ضروري يكون عندك واحد الروتين يومي اللي كتجيب منه الصرف، ضروري خص يكون عندك واحد الروتين يومي اللي كتجيري به الصرف، يعني كتقيد الداخله والخارجه، الحساب صابون، فهمتي. ثالث حاجه، خص واحد الروتين ديال الاستثمار، نحط فليسات انفيستيهم، نستثمرهم في بروجيات في لعيبات كونسا. خصني نتحكم في النفقات ديالي، الناس ما كيفرقوش ما بين النزوات والرغبات والشهوات وبين الضروريات. ملي نبغي نشري شي حاجه نضرب لها 1000 حساب، واش بصح انا محتاجه ولا راني نشريها ونحطها. دونك يعني بزاف ديال الحوايج، يعني واحد الروتين يومي، يعني واحد السيستيم. هنا كيقولوا انه لا تعمل من اجل المال بل اجعل المال يعمل من اجلك او يعمل عليك، يعني بمعنى بني واحد السيستيم، واحد الاله اللي كتبني لك الفلوس وانت كتكون مرتاح مع راسك وهي خدامه عليك. وباش توصل لهذا السيستيم هذا راه ماشي سهله، ماشي بالهضره، ماشي كيستيون ديال عام عامين، راه او موان كيستيون ديال 5 سنين، باش انك على الاقل الا كنتي طياره في 5 سنين باش كتبني هذا السيستيم هذا، يكون عندك عقار كيجيب لك الصرف،
طوموبيل كتكريها ولا شي بلان بحال هكا، طاكسي كاري شي واحد كيدخل كياخد البورسونتاج ديالو، يعني بزاف ديال البلانات. يعني الاخوان الخلاصه كامله من هذا الفيديو هذا، يعني ساو عليا شي حاجه سميتها الجول، مابقاش تقول لي بغيت نوصل لهادي الحلم ديالي، بغيت ندير هادي الهدف ديالي، بغيت ندير هادي، لا هاديك شي سهله وكلشي كيعرف يديرها، كلشي كيعرف يكتب الهدف ديالو يعلقو قدام بيتو يبقى ينعس ويصبح عليه. اللي بغيتكم تركزوا عليه هو بني سيستم. هاد السيستم هذا باش تلتزم به راه ماشي سهله، خصك تفهم هاد القضيه هادي، ماشي غادي تجي وغتبدا دير داكشي يعني سبونتانيمون، لا هاد السيستم هذا باش تلتزم به خصك تكون فاهم ان دماغك غادي يكون ضدك، انك تشاهد ناس وتشاهد تخرج وتشاهد الدور وتشاهد ما ديرش. يعني هنا خصك تقاوم الشهوه ديالك، خصك تقاوم الرغبه ديالك، تقاوم النزوه ديالك باش توصل لوبجيكتيف ديالك. الامر ليس بالهين. يعني ملي كنهضروا على قوه الاراده، النفس عندها امور محببه، محبب الي النعس، انني نبدا نشاطي، انني نتفرج في فيلم، خصني نقاوم ما احب صافي، ونمارس ما اكره صافي. You have to do what you hate to do, and when you do what you hate to do, on the other side is greatness. الناس اللي وصلوا كانوا كيديروا حوايج كيكرهوها ماشي حوايج كيبغيوها. It's not about doing what you love, it's about doing what you hate. مابقاش انك دير شنو كتبغي، مابقاش انك دير داكشي اللي كتكره، وداكشي اللي كتكره به باش توصل انك دير داكشي اللي كتبغي. It's not about doing what you love, it's about doing whatever it takes. ما بقاش في انني ندير داكشي اللي كنبغي، ولكن بقات في انني ندير المستحيل، ندير اي حاجه باش نوصل لداكشي اللي كنبغي. And it's not how much, and it's not about doing good, it's about how long you will doing good. ما بقاش في انك تدير خدمه مزيانه ولا ما بقاش فشحال الصبر. يعني اللي كيخلق الفرق ما بين البشر هو الاستمرار الاخوان. استمرار is a question of me. خصك تمشي through the pain، خصك تمشي مع الألم، خصك تصاحب مع الألم، الألم خصو يولي عشيرك حتى تولي تولفو. هادي يجيك عادي بحال ديك الدراسة فاش كتنوض عليك في الأول كتحمقك، ولكن إنفو كدوز عليك سيمانة ديال الحريق كتأدبط مع الحريق ديالها. دونك أنا خصك تأدبط مع الحريق ديال دماغك ملي تكون خدام كتعلم طايح للأرض، كتبروغرامي، كتعلم ديزاين، كتعلم لونجلي، كتعلم الشيمي، الفيزيك، الماط. يعني خصك تصاعد مع داك العالم يولي عشيرك حيت هو اللي غيبنيك. الا ما بناكش العالم حتى شي حاجه اخرى ما غاديش تبنيك. هادشي اللي كاين الاخوان، تهلاو ليا فراسكم بزاف.